كبيدات كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه، كلشي هو هذاك اللي ما جينا مجموعين كاملين الاخوات الثلاثه. جيناكم فيديو جديد تشالنج ديال شكون فيكم اللي غادي نديروه انا وامال، وهاجر هي اللي غادي تقرا، هي اللي غتقرا وهي اللي غتكون حكم طبيعه الحال. ما تجي من حتى وحده. تفضلوا تفضلوا، رحبوا براسكم، عرفوا راسكم، ما ديرش ليا حشمتي. يلا واش مني تجي؟ هادي امال اختي الوسطانيه، وهادي هاجر اختي الصغيره. اذا غادي نبداو. المهم حنا دابا درنا ورقه فيها انا وهي، غادي نقولوا مثلا شي صفه ولا شي حاجه، وغادي نقولوا شكون اللي فيها. مثلا الا انا فيا غنقول انا، ولا هي غنقلب الورقه وندير هي، وعاوتاني هي نفس الشيء، وهي اللي غادي تقرا وهي اللي غادي تحكم. المهم يلا بدا بدا. شكون فيكم نسمومه؟ حرام عليك، واش منيتك نار يا اختي؟ شكون اللي كيبقى شاد الماكله انت كتضيع وما يعرفش حاجه؟ هذيك حاجه نسمومه. حاجه حقي من شي حاجه، كل وحده وما فيهم كتاكل حقها. انا حقي كنخبيه، ملي كنخبيه تيقول لك عطينا حقك، تنقول لهم لا، تنقول لهم حقي ما غنعطيش لكم، نتوما كليتو حقوقكم خليو لي حقي. طالما يعني طالما قولي السؤال ثاني. دابا هادشي يبقى تيخنا، انت كتيخنا المهم انك تعطيش لينا. والله تم سمومه. ماشي صح، بداية موفقة هذه التعاير في القناة ديالي اخوتي. زيدي. شكون فيكم القراية؟ انا. وقعت يعني القراية فينا كاملين الحمد لله، هادي ما اختلفناش فيها، تبارك الله عليا. ربي يحضيني. يلا شكون فيكم المقازة؟ هي انتي انتي. لا ما تحشميش زعما، ما كتحشميش، ما كتحش. لا والله تندوي دابا، هادشي ديال اليوم. امال جمعي فراشك، جمعي هاجر الفراش، جمعي ليا عفاك فراش. امال غسلي الماعن. لا 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 ما قداش، ما فياش. اما نخرج مع الطبله نقي البطاطا. لا حنا البارح نقيت لكم البطاطا، انت لعبتوا على الزيت لعبنا على الحبه. ها لا مقازه، والصراحه نقولها هذه ما مقازاش على هذه، وهذه كطيب احسن من هذه. شكرا شكرا. لا هو الصراحه راه حاسه لينا. مين دول هيك؟ عرفت علاش سويتيني؟ ما كتبتيش في الاول هي؟ لا كتبتي هي. يلا من بعد دورت. ديري. شكون فيكم اللي كتاكل بزاف؟ لا 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 الصراحه زعما الصراحه الصراحه انا الصراحه ماما ما خصوش يحبس النار كامل. الله يجعلها ما تنضغي نسكا. المهم هذا المهم خصو يتحرك، ما خصوش يسكت. لا الصراحه في هذه القضيه خصوصا بالليل. دابا مين تنقول للناس راني بغيت نضعف تيقول لي وحيدي الماكله الليل. ويلي انا ما ناكلش النهار كامل، ولكن الليل خاصني ناكل، ما نقدرش. خصني ندير كاسكروط ونتعشى ونجيب حدايا الماكله لفراشي وناكل ورا فراشي. وماشي كتاكل في خطره، كتاكل وتحبس وتعاود تاكل، يعني كتخلي الماكله تدوز بشي طريقه. لا خطره تهبط فين ما بغات. واخا زيدي اختي. شكون فيكم اللي كدابز بزاف؟ لا لا ما تدعوش. امل لا معروفه. امل خا تشوف فيها الدبز معاك، تشوف معروفه معاك. كتشوف فيا والله تضريفة. كلني والله تضريفة وحق الله. صافي انا فوت في هذا السؤال. يشوف فيا شي حد. صافي دوزي دغيا سيرفيس. كلني معروفة في العائلة في الحومة في ستي دي ستي دي يعني المستحيل حضرتك ممكن ت شكون فيكم النعاسة؟ لا لا ايوا لا لا الحمد لله الاعتراف بش كيقول له
الاعتراف بالأدلة. لا الاعتراف بالذنب فضيلة. عارف عارف انا نعاسة وكالة نعاسة الحمد لله ضروري سومة كراية جمعي لي دابا انت كاع الماضي والحاضر حطيه في كاس وشوينا. لا لا نعاسة الصراحة باش كنخمر ويلي ماشي غير كنخمر راه مؤخرا ولات كتفيق شوية بكري مؤخرا ذات القلم باش نقاد نظم الوقت ديالي. شكون فيكم اللي كتعصب؟ بجوج. لا امل كثر بجوجكم ولكن امل كثر. هاهو قولوا لي واحد الحاجة انا وهاجر تيقولوا لنا كنتشابهوا بزاف. لا انا وياه تيقولوا لنا كنت دابا انا دايره المكياج غيخصني ندير الميزاجور اما كيقولوا لنا انا وهاجر كنتشابهوا بزاف. شكون اللي كليت العصا بزاف في الصغر؟ رجاء قد حرام الضرب ده كثير والله الضرب ده سبب اسري كوني كان بابا باش يحضر لهاد اخوتي. واش غادي نقول لكم واش غادي نقول لك واش تدني البكيه شوفوا عيني هكا كتغرق نعاود داك البلان ديال الطرفاقه. لا ويلي وانقول واحد المره كانوا انا وياها ما نعرف شنو درنا شي حاجه وملي دخل بابا للدار دخلت ماما كتشكى كتقول له بناتك شوف شنو كيديروا شوف شنو داروا ليا وهذا ايوا واي شدني بابا انا وياها وشدنا في القنت وجلسنا انا وياها في ناموسيه في القنت. هي جلست بحال هكا والله تنوريك جلست هكا درت ليها مربعين دايره بحال هكا وانا حتى انا جلست مربع رجليا دايره بحال هكا حتى كيغوت حتى ربي اللي خالقو وبدا كيغوت وهذه جاتو على يديه اليمين جاتو من يديه اليمنى وي كيغوت ويدي لها مرملاط وعذر عندي انا بقيت تنقول له كتقول له لا بابا ما ضربنيش ما ضربنيش ما بابا ما ضربنيش والله ما نعاودو والله زي ما ضربني هاد السمعه دابا داك الصوت ديال التصرفي خلي تبطبط فيا بقات هي صافي هاد الصوت تخلعها اعمل نفسك ماي اعمل نفسك ماي ناري. لا الصراحه انا كليت العصا حتى هذيك لا تشو هذه اللي لا انا كليت من عند ماما انا كليت العصا من ماما ولكن هي من عندهم بجوج انا بابا أنا كليت كناكل العصا من عند بابا بزاف وماما الصراحه ولكن الحمد لله حنا كنكبروا وتنقولوا الحمد لله على العصا وداكشي وداكشي صافي قلبوا الموضوع راه تالمت صح الماضي الحقير. شكون فيكم اللي وجهها قاصح؟ لا انتي دار الله والحق والله لا وجهك قاصح كيفاش وجهك قاصح حيدي تشوفو مزيان وجهك قاصح كنتسنطح زعما مسنطحه هادشي ماشي انا مسنطحه صافي شي حاجه ما يمكن لا خلينا نعرفو على النقطه ونهضر عليها جبها انا كنحشم من قد الحاجه حقي ونسكت عليها ونميك لا ما تسكتش على حقي ويلي صافي الا كانت هادي هي تسنطح راه فيا تسنطح كنتي كتقوليها شي حاجه كتبقى تسنطح قدام كنت تقول لك انا درت انا ما درتش كثر من اللي سكتي لقيت انا كاين قطعت القطعه ديك نو شكون فيكم النكاره؟ ديما الكبيره كتكون نكاره. لا 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 طفوا الكاميرا وقولوا هذا الشيء وربي صافي حنا كنسكتوا وهي باقا كتنقر كتلقى هي طفلات وكتبقى تقول لك كتنقر تخوتي على اختك الكبيره انا اكبر منك اختك اكبر منك اويلي وتبقى النهار كامل وهي انا اختك اكبر منك النهار كامل وجي بابا وتقولها لي وتجي ماما وتقولها لك وتبقى تنقر تنوض تصيح وهي كتنقر تنوض تجمع وهي كتنقر اختك الكبيره وتخليها تنوض تجمع تقولي ناس صافي مرتاحين الحمد لله مشكينه هكا حطوا لي الدواسه هكا فرشوم هكا. لا صارح 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 انا فين كير صارح قلبي بيض وقلبي طيب اش رجاء اهجر اللي راح تمشي. لا لا قلتي وين كملي نكمل انا قلبي طيب وحنين انا الظريف ماشي بشحال تصيحال كان تقول لك دوز اختي دوز نيكست. شكون فيكم اللي كانت كتسخر في الصغر بزاف؟
هذه ما عرفتهاش الصراحه. كنت نقول لكم شكون الصراحه هي نوضي جيبي الماء وراني ما صغير دابا انا خصني تسخرت انا كنتسخر سكتي انت كتسخر يا ديني النبي الحلاوه ديالي. لا الصراحه امل كانت كتسخر يعني انا جات في ديك لا بيريود كنت انا يا زعما كبر منها وهي صغيره انا في الدار وهي في الزنقه كتسخر. لا هادشي شي حاجه عاديه مالك تقاشر هاي اللي كانت في وحده خصني نطق دابا او اي دابا من كبرات تقول لها جيب لي تقشيره تقول لها نوضي. شكون فيكم اللي كتخرج بزاف وكتسافر؟ نشوف انتي اختي راه كتخرج بزاف ما خصهاش تجلس ما خصهاش تجلس. البارح وهي جالسه علينا يلا نمشيو يلا بي ستوب ستوب ايه قال خرج تتكبروا وغتخرجوا صافي تتكبروا وغتخرجوا ان شاء الله صافي. كل واحد يمشي على حساب العمر ديالو شكرا. لا ماشي مشكل انا نوضح هاد النقطه حاسديني لا بلا ما حاضيني هي صراحه الخروج لا سافر انا تكبري وتسافري يلا نيكست. شكون فيكم طيابه كطيب كتاب حيت كبيره كل واحد كيمشي على حسب العمر. وانتي ما صغرتي وهي هي صغر منك وكطيب برك بسراوي شنو هاد الهضره كتقولوا في الفيديو والله الا والله الا. المهم الصراحه انا طيابه معروفه عليا هاي هات هاي هات اليوم من الصغر معروفه كطيب. مالك كديري في حلاكه حبسوا الفيديو ما كنتش كنطيب من الصغر. طب صح بصح اه احسب لهم كنت فمله شحال كيف انا كنت طيبه 10 سنين لا بصح 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 وحق الله والله انا من 10 سنين وانا كنطيب وحق الله. واخا في الاول يلا بديت باقا كنعقل باش بديت كنطيب باش كنطيب اللوبيا بزاف كنت كنحرقها وديما كنا كل عصا شي حاجه سميتها الحرق كانت عايشه مع رجاء ايوا ضروري. واحد باقا كنعقل واحد المره كنت مطيبه المرقه ديال الدجاج يا ربي تسمح لي يا ربي مو مقله كليتوها باش نقولها كنت طيبه المرقه ديال الدجاج والدجاج اللي معطل اللحم للحم وتحرق ليا وحتى راه ماشي داك التحرق تشوط ايوا ونط هزيت داك الحيمه وغسلتها وعاود نصرت مرقه جديده واش منيت وحق الله العظيم كليت هذا بالطرطا وتنقول مريم كتنوض عليا المعده الصراحه كنت خفتي خفت خفت تغوت عليا ماما وانا نوض غسلت داك الحيمه نخلي اللحم يضيع صافي المعده تنوض يضيع والهم ما يضيع. يلا شكون فيكم اللي حنينه؟ لا لا رجاء التعب والحلاوه دي اقسم بالله اسمحوا لي اخوتي لا 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 رجاء كثار كثار قد شكون فيكم البكايه؟ والله تتأنى سكتي والله تتأنى اويلي رجاء دابا شكون اللي كيبكي كثر؟ انا عار الله انت عيبتي باش تبكيتي انا على مالي باش نبكي نجي نقولك هاي هبطت ها ويلي اي حاجه رجاء اي حاجه كتبكي عليها اي حاجه اي ما نقدرش نوصف لك. لا لا الصراحه يقدر زعما غير هكا شي فيلم ولا شي ما تكونش حتى ما يكونوش حتى هما كيبكي ويكون زعما غير واحد الحنان شويه زايده هكا في الفيلم ولا في شي لقطه كتبكيني ما كي مرضيتيش غادي تنفخ عليا في نيفك مالك ما عمرك شفتي هادشي دابا تولي تشوفي نوضي تقعدي عليا سيري لي قولي اختي قولي انتي كتستغلي الفرصه حنا كنهضروا انت كتكونيكتاي قلعتك انا معقلات. شكون فيكم اللي كتفاهم مع كلشي كاع الناس كتفاهم معاهم رجاء ما كتفهمش مع الناس ما كتحاورش مع الناس انا الصراحه ما كنهضرش بزاف هذه دابا هذه اكثريه ديال الناس ملي كيشوفوها رجاء كيقول لها متكبره علاش متكبره حيت ما كتهضرش مع بنادم واخا تكوني الله يجعلك مقاسه حدا نهار
ما تدويش معاك الا ما نتي جيتي عندها ودويتي معاها. ولكن ملي كيعرفوها لا ولكن ملي كيعرفوها وكيلي يعرفها كيقولوا لا ما كانت متكبره علي هي حدوديه. انا لا انا واخا كيجيو عندي كيتاكدوا بان انا اللي متكبره. عندكم الصح انا حوست الزهد ابا فيكم اللي تتشطح في العراسات بزاف راجع شي خطراكس علي عندكم هادي هي اللي ديما خصها تبقى تغادى وكتشطح ديما ناري اه عند دواك حنا بجوج لا كنشطح في الدار في العراسات تنشطح شويه ماشي زعما كي كنشطح بزاف لا لا بصراحه في العراسات شويه كنحشم في العراسات نشطح كنشطح في الدار بزاف ولكن في العراسات كنحشم ما عمري نط في شي عرس ما عمري نط ما عمري نط في شي عرس كنشطح انا شي لعابه زعما كنمشي نشق ليمه فويلي شكون فيكم اللي تدير صحابات بزاف رجع اكثريه ناري اختي انا ما عنديش صحابات ما عندك صحابات مالكم دابا انا اللي كنعرف عندك كنعرف انا ما عدنتش هي راسك ماشي صحابات صحابات معارف اسمعوا ماشي ولا اسمعوا ماشي صحابات صحابات صح معارف صحابات عندي وحده ولا جوج اما زعما هكا المهم انت وحده ولا جوج نقولك شحال صاحبتي عندي بعدي مني بعدي توعد ما تشكيلي ما تشكيلي زعما اكثر لا حيتاش الوقت كتحتم عليك ملي كتمشي لتخدمي ولا كتمشي تقراي ولا هذا راه بزز منك كتعرفي شي ناس كيكونوا دايرين بيك ضروري كتهضري معاهم في التليفون فهذا ولكن ماشي صحابات الا يلا عصبوا فيا شكون فيكم المشهور لا وهذه باينه هذه باينه عاوتاني ولا يوتيوبرز انفلونسرز انت بتهزر يا ابني هي زريبة حبيبي هي زريبة دي انت متخلف يا ابني اه هاي كان ضحك صح ما تقولوش لي اجبك راسك انا مشهورة في الحومة ماشي مشهورة ما زعما عندي الناس يعني قبل اصلا ما نكون كندير هادشي ديال انستغرام وكتعرف وهادشي وقالت لك حدودية واخ لا ماشي شحال ديال الناس كانوا كيعرفوني في الحومه وانا ما كنعرفهمش يقدر كانوا كيعرفوني في الفيسبوك لانه عاوتاني قبل ما ندير انستغرام كنت عاوتاني في فيسبوك بزاف لي جروب ديال الفيسبوك وكنت كنحط لي ستاتيو بزاف وكندير هذا بزاف كانوا عندي بزاف ديال الناس كيعرفوني واخا انا ما كنعرفهمش شحال من حد كان كيجي عندك كيقول لك انت خطره جا ولا انت خطره جا وانا ما كنعرفهمش يعني ماشي يعني قبل من الانستغرام وهذا الشيء انا بزاف ديال الناس كيعرفوني بحكم كان قريت هنا وقريت هنا وقريت هنا والانستغرام كاين شي بنات اليوم ما كيمسكو بنادم شنو قلتي دابا ما فهمتش المونتاج طلعوا يا محلي ورق وكذا ولفوا بالبكره الفيديو كنتمنى تكونوا ضحكتوا معنا شي شويه والصراحه يعني شفتوا لا بلوبار ديال هادشي اللي تقال ما كناش كاع ضاربين ليه الحساب يعني كانوا غير واحد الخمسه في الاول هما اللي كنا قايلينها نقولوا من بعد شي الاخر انا كنت كنسى كنزيد لهم من بعد شي الاخر بلا كيخرج غير بوحديتو من داكشي كنعفوي درت هاد التشالنج لانه كانوا بزاف ديال الناس كيقولوا لي رجاء ديري لي تشالنج مع خواتاتك ديري لي تشالنج يعني كتفوجي الناس شي شويه وكتفوجوا صراحه حنا ضحكنا وشبعنا ضحك وكي قلت لكم هادشي كان سبونطاني ايوا صافي هادشي اللي كاين جينا بحال دوك الفتيات الخارقات ولا الجاسوسات الجاسوسات كله وستيلها وكله هما ايوا بغينا نقول لكم بسلامو باي باي كلو بسلام سلامو.